جامع بوراث هو من مساجد العراق القديمة، وكان ديرا نصرانيا في السابق، ويحوي مقبرة، ويقع في جانب الكرخ من بغداد في منطقة العطيفية ببداية الطريق بين بغداد ومدينة الكاظمية، ويقع على بعد حوالي 10 كيلومترات عن مركز المدينة. بوراثة أصلا هو اسم بان الدير، ومعنى بوراثة باللغة السريالية ابن العجائب، وفي اللغة العربية تعني الأرض الرخوة الحمراء. تضم منطقة بوراثة في الوقت الحاضر مسجدا كبيرا في أعلاه مأذنتان، بنيتا سنة 1375، ومكتبة قديمة وحرم ومصلى للصلاة مع صحن واسع، وبئر ماء يعرف باسم بئر الإمام علي ومقبرة قديمة. ويتناقل المؤرخون بأن لهذا الموقع أهمية تاريخية، ويقال أن قد زاره عديد من الأنبياء والصالحين، منهم إبراهيم الخليل والنبي دانيال وذي الكفل، كما زاره الإمام علي عندما عاد من قتال الخوارج في معركة المهرون، وحصل تحاور بينه وبين الراهب المسؤول عن الدير والمسمى حباب، وكانت نتيجة الحوار إشهار الراهب إسلامه وتحويل الدير إلى مسجد.